فجأة بلشوا يكبوا علينا مسيل الدموع وبلشوا يكسروا بالعلب كثير، يعني في علب كثير بالمستشفيات. من الدولة لما يكونوا نزلين ليهم بالمولوتوف عم بيشبقوهم، ما عم بيقربوا صوبهم، شاطرين لما ننزل نتظاهر تحت ونكون على ايدينا طلوع يسحبونا يكسرونا. رحنا على المستشفيات في اكثر من 15 اصابه بالمستشفى، بعده مستشفيات يروحوا يكونوا قوية على الناس اللي عم تيجي ضدهم عم تكسرهم، مش على الناس اللي عم بتطالب بحقوقها.